بونجور. اللي عنده مشكلة اكاونت وورنينج على التيك توك، اليوم رح اعطيكم الحل اللي اكتشفته انا كنت عندي صار سيت المشكلة، ورح اعطيكم الطريقة الهينة لتعملوا تبعتوا مثل ابيل او فيدباك للتيك توك لتقدروا يزبطوا لكم الاكاونت ويشيروا لكم الاكاونت وورنينج. اوكي رح نمشي نحن وياكم اليوم ستيب باي ستيب. اول شيء هيك بيظهر الاكاونت بهالطريقة، محطوط هون الاكاونت وورنينج على مثل ما عم تشوفوها الاكاونت وورنينج على تيك توك. بما انه بتكونوا عاملين بوست لشي موفي او شيء بيخرق الرولز تبع التيك توك كوميونيتي، الكوميونيتي جايد لاينز، وبهالطريقة بيصير مرة ورا مرة بيعملوا لكم بلوك للاكاونت ويمكن تخسروا. بقى لتتفادوا هذا الموضوع فيكم اذا من عم عن غير قصد بعتين حضرتكم شيء موفي او شيء طريقه شيء موفي، يعني في سلاح في شيء موفي في حكي او في صور سكس او شو ما كان شيء بيضر بالكوميونتي جايد لاينز، بقى بيعطوكم هالاكونت وورنينجز. بهالطريقه فيكم تفوتوا تبعتوا هالفيدباك اللي هي قلنا مثل هون بنفوت على بتفوتوا على جوجل تكتبوا تيك توك شير يور فيدباك. اوكي بيطلع عنا ضمن التيك توك ليجل بيج شير يور فيدباك. اوكي يو كليك دان هير تيل اس اباوت يور بروبلم. الكونتاكت انفورميشن الايميل هو موجود ضمن اللي انتم عاملينه ريجستريشن ضمن الاكونت، هو موجود يبقى بالبروفايل سيتنجز تبعكم ضمن التيك توك. شو الايميل اللي مسجل بتفوتوا بتسجلوه، مثلا انا هون مسجل هو الي قصه@hotmail.com. اليوزر نيم هني حاطينه از اوبشنال، بس افضل كمان تلاقوا اليوزر نيم، مثلا انا هو الياس القصه، الياس القصه، والاوبشن تيب التوبيك هو بتكون تنقوا ضمن الليست General Account Inquiry, Account Bad Suspension، عندكم شيء اسمه Report a Bug Feature Request. ضمن هيدي هون في الجملة اللي بدنا نكتبها انه نحن نعتذر عن اللي صار وما كان قصدنا انه نحن يصير هالشيء، والموفي اللي حاطينه ما كنا قارين الرولز مظبوطة ولازم نعتذر عن هالمستيك اللي عملناها. اوكي واذا بتريدوا ترجعوا تفتحوا لنا الاكاونت. اللي هي الجملة هاي my account has received the TikTok account warning. I am sorry for any for my mistake. At first I didn't understand the TikTok community violations and rules. I hope such a mistake will not happen again. Thanks and regards. تحطوا اسمكم. And you upload the warning اللي مبين عندكم على البيج تبع التيك توك. اوكي already انا عملت سكرين شوت له. And we submit then the feedback option require report above. Okay and submit. That's all. Okay. وهيدا بهالطريقة بنعمل submit. رح يجيكم ايميل من التيك توك او بيطلبوا منكم شغلات more information او شغلات ناقصة لتزيدوها بعدين، او بيكون نحل البروبلم. وبهالطريقة بيرجع الأكاونت تبعكم نضيف وما في عليه أي مشكلة.